من حكمة الكنيسة إن هي عشان تبين لنا حكاية النور وتربطها بالسيد المسيح، خلت لنا الاحتفال بتاع عيد ميلاد المسيح له المجد يوم 29 كياك. اشمعنى 29 كياك؟ الآباء بيقولوا لأنه هو اليوم اللي اتولد فيه المسيح، مش احنا اللي ألفناه. طيب اليوم ده جه ليه؟ اختاروا ليه؟ الكنيسة قعدت تدور على الحكاية دي، اشمعنى اليوم ده؟ قالت لنا ايه بقى؟ قالت لنا ده طلع ان اليوم ده هو اليوم اللي بيبدأ فيه النهار يطول عن الليل. يعني شهر كياك مشهور انه يقولوا كياك صباحك مساك، يعني النهار قصير قوي والليل طويل. ليلة 29 بيبدأ النهار يطول والليل يقصر. أنا جئت نورا للعالم. أنا في رأيي إنه ربما يكون ربنا اختار مكان لكنيستنا في مصر عشان مصر كانت متقدمة جدا في الفلك، والتقويم المصري اللي هو القبطي اللي احنا شغالين بيه لغايه النهارده توت بابا هاتور ادق تقويم. الدليل على كده انكم ممكن يعني بتتابعوا الاخبار والانباء والحاجات دي، فتشوفوا كل سنه الشمس تتعامد على وجه رمسيس في يوم ميلاده وفي يوم تتويجه. الحكايه دي بقالها الاف السنين وماشية مظبوط كل سنة، ما بتتغيرش، لأنه عملوها على التقويم بتاعهم وعلى دراسات الفلك بتاعتهم دقيقة. فهو ده نفس اليوم اللي احنا بنحتفل فيه بعيد الميلاد 29 كياك، اللي هو بيبدأ النهار يطول والليل يقصر. وأربطها لكم بحاجة تانية برضو جميلة قوي، عيد يوحنا المعمدان يوم 30 بقونا، يعني بعد عيد الميلاد بست شهور. ده باين طبعا من البشارة لما بيقول في الكتاب في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك. ست شهور يوحنا المعمدان الأول، بعديه بست شهور اتولد المسيح له المجد، والمسافة بين الاتنين ست شهور. طب تعالوا شوفوا اليوم بتاع ميلاد يوحنا المعمدان، يقول لك ده اليوم اللي النهار بيبدأ يقصر فيه والليل يبدأ يطول. كلمة بتاعت يوحنا المعمدان لما شاور على المسيح له المجد وقال ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. بصوا الكنيسة بتحققها في طقسها ازاي، مش مجرد معاد عيد، مش مجرد يوم وخلاص، لا دي معاني عميقة ولاهوتية. الواحد وهو في يوم العيد ده بيفتكر الكلام ده، بيحس الإحساس ده، بيدرك المعنى ده، بيستقبل النعمة دي. عشان كده الأعياد بتاعتنا مرتبطة بأيام، هو العيد ده في اليوم ده بالمناسبة.